السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معنا النهاردة في مطبخ ريمي الكاستر أو الكريمة، ده الكاستر الجاهز هنعمله معاكم بطريقة مظبوطة وطريقة هتطلع معاكم ناجح جدا جدا وهيطلع معاكم جميل قوي. الكاستر أو الكريمة بيطلق عليه الاسمين وهنعمله مع بعض النهاردة وإن شاء الله هينجح معاكم، مش هتستعملوا إلا الطريقة بتاعتي. يلا بينا نسمو بسم الله ونبدأ على طول مع بعض. معايا هنا 3 كوبايات من اللبن الحليب معايا في الحلة، ومعايا نص كوباية من المية، ومعايا السكر. هنزل بالسكر بتاعي، والسكر ده بتاعك انتي، بتحبيها مسكرة بتحبيها عذبة. انا نزلت بحوالي 5 معالق كبار. معايا الكاستر بتاع شركة دريم، حلو قوي، وفي انواع شركات تانية جميلة جدا بالفكرة، استعملي النوع اللي انتي بتفضليه. لكل كوباية لبن معلقة كبيرة كاستر، يعني معانا 3 كوبايات لبن ب3 معالق كاستر كبار، ومعايا نص كوباية مية اللي هدوب فيها الكاستر، يبقى نص معلقة، يبقى 3 معالق ونص من الكاستر. وانزل بنص كوباية المية وابتدي اقلب وادوب الكاستر بتاعي. ده عليه نكهة الفانيليا بتاعته وده بطعم الفانيليا، وهنزل بمعلقة كبيرة لكل كوباية لبن، هيطلع معاكي ناجح ومظبوط وقوامه مثالي جدا بالشكل ده. دوبت الكاستر بتاعي وهنزل بيه على اللبن وابتدي اقلب كويس عشان ادوب الكاستر والسكر مع بعض، ونبتدي ناخده ونروح على النار على طول، نار وسط، وابتدي اقلب. موقفش تقليب خالص، بالمضرب اليدوي، بالمضرب السلك اليدوي اقلب بسرعة، وموقفش تقليب عشان متكتلش مني. بصوا ابتدى هيتدخل على الغليان. هضيف دلوقتي نكهة الفانيليا، هو عليه طعم الفانيليا بس لو تحبي تزودي النكهة اكتر، انا بستعمل الفانيليا السائلة دي جميلة قوي. هنزل بمعلقة واحدة بس صغيرة، وابتدي اخلط كويس قوي واسيبه لما يتقل معايا ويغلي كويس قوي. اتأكد ان الكاستر استوى، هنشوفه مع بعض. بصوا كده ابتدى يغلي، بصوا قوامه كده تقل معايا خلاص. يلا بينا نقدمه مع بعض ونشوف هنحطه. معايا اطباق التقديم، ممكن تحطيه في طبق كبير وممكن في اطباق صغيره زي ما انا ما بستعمل كده كاسات، ممكن. حلو قوي بجد، تحفه وخفيف، ما بياخدش مجهود، بتعمليه في ثواني بالشكل ده. لازم يتساب طبعا لما يبرد، انا سبته بيرد شوية وهرش له دلوقتي سوداني مفروم ناعم، زبيب، ممكن جوز هند، بشو جوز هند، ممكن مكسرات زي ما بتفضلي، جرنشي زي ما انت عايزة. لازم يدخل التلاجة ويتساب فيها من 3 لـ4 ساعات كمان، وتقدر تقدميه بعديها. وصفة سهلة بسيطة جميلة، حلوة قوي، صنف حلو في دقايق عملتيه، بجد جميل جدا، مغذي الأولاد جدا جدا. أتمنى تجربوه بطريقتي، هيطلع معاكي ناجح وقوامه مظبوط 100%. وصفة النهاردة كانت بسيطة وخفيفة، أتمنى تكون عجبتكم. ولو أول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.